أهلا وسهلا بطلاب تمهيدي ماجستير إدارة الأعمال. في مادة نظم المعلومات الإدارية واتخاذ القرارات، ونحن في الجزء الثاني المتعلق باتخاذ القرارات، المحاضرة الأولى عن إدارة المشروعات. ناخد فيها نظرة عامة كده، هنبدأ بالمقدمة، يليها دراسة السوق، يليها الدراسة الفنية، ثم تحليل الربحية المالية. في المقدمة يهمنا إننا يعني نحلل إدارة المشروعات من المنظورين المهمين، منظور وظائف الإدارة ومنظور أنشطة المنظمة. بيقصد بإدارة المشروعات اتخاذ القرارات الخاصة بهذه المشروعات، سواء من منظور وظائف الإدارة التي تتضمن التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة. وحضراتكم يعني درستوها في المقررات بتاعت مبادئ الإدارة أو أصول التنظيم والإدارة. المنظور الآخر هو منظور أنشطة المنظمة التي تشمل أنشطة التمويل، الموارد البشرية، الإنتاج والعمليات والتسويق. وهذه هي التخصصات الفرعية اللي حضراتكم مقسمين ليها. يعني احنا عندنا مجموعة التمويل، مجموعة الموارد البشرية، مجموعة الإنتاج، مجموعة التسويق. بيتطلب التعرف على إدارة المشروعات، دراسة كل من هذه الوظائف وتلك الأنشطة بالتفصيل الملائم. طبعا يعني حضراتكم يعني متخصصين في هذه المجالات الفرعية، وهذه المادة عن اتخاذ القرارات وليست عن التمويل بحد ذاته، ولا عن الموارد البشرية بحد ذاتها، ولا عن الإنتاج، ولا عن التسويق. احنا بنهتم بان يبقى عندنا التولز عشان نقدر ناخد القرارات في اي من هذه المجالات الاربعه. طبعا لازم تبقى عندنا الفكره عن اداره مشروعات من المنظور الاول اللي هو المنظور وظائف. عشان كده لازم نبقى عارفين انه هذه الوظائف بتشمل وظيفة التخطيط التي تعنى بتحديد أهداف المنظمة، وكذلك أفضل الطرق لتحقيق هذه الأهداف في إطار التخطيط الاستراتيجي. الوظيفة الثانية وهي وظيفة التنظيم التي تهتم بتجميع الأنشطة والموارد اللازمة لوضع التخطيط موضع التنفيذ، وده طبعا بيستلزم تصميم الهياكل التنظيمية وتصميم الوظائف وتفويض السلطات وتحديد العلاقات بين الإدارات. يعني كده يعني بيتضح أن الوظيفة الثانية بتتمثل في وضع الوظيفة الأولى موضع التنفيذ. يعني وظيفة التنظيم معناها أن يوضع التخطيط موضع التنفيذ. الوظيفة الثالثة هي وظيفة التوجيه، لما بقى بيدخل العنصر البشري في المنظومة لازم بقى يبقى في إرشاد وفي التحفيز العاملين نحو إنجاز الأهداف المقررة. الأهداف المقررة اللي هي يعني تم وضعها في وظيفة التخطيط،
وهذا يتطلب ملاحظة سلوك المرؤوسين وإصدار التعليمات اللازمة لإرشادهم وتوضيح مهامهم وأدوارهم من خلال الهيكل التنظيمي وكذلك تدريبهم. الوظيفة الأخيرة هي وظيفة الرقابة، يعني إيه؟ يعني متابعة الأداء الفعلي ومقارنته بالأداء المخطط لتحديد الانحرافات ولدراسة الأسباب ولاتخاذ الإجراءات التصحيحية. هذه هي الوظائف الأربعة. يبقى بناخد بالنا من هذه الوظائف الأربعة ومن الأنشطة الأربعة اللي هي نشاط التمويل والموارد البشرية والإنتاج والتصوير. النقطة الثالثة هي دراسة السوق. دراسة السوق يعني واضح كده أن يعني التخصص التسويق هو الأقدر على أن يقوم بها، ويتخذ تحليل السوق أحد شكلين أساسيين. الأول تحليل مستقل بيستهدف تحديد مدى تجاوب السوق لأفكار سلع أو مشروعات جديدة لاختيار أفضلها، بينما يعتبر الشكل الثاني تحليلا مرتبطا، ده عكس المستقل يعني متعدد العناصر. ده مرتبط بعملية تحليل الجدوى الاقتصادية الشاملة بغرض معرفة إمكانية تسويق السلعة أو الخدمة أو الفكرة محل الدراسة. البداية مع تحليل السوق، وتنقسم الأساليب المستخدمة في تجميع البيانات وتحويلها إلى تقديرات إلى المجموعات التالية: أساليب بتعتمد على الحكم الشخصي، وأساليب يعني اللي تعتمد على المسح السوقي. والحقيقة إحنا يعني مش هندخل في التفاصيل. الأساليب الثالثة بتعتمد على تحليل السلاسل الزمنية، وهناك أساليب بتعتمد على مزيج من هذه الأساليب السابقة. الخطوة الأولى كانت دراسة السوق، بتأتي بعد كده الدراسة الفنية. بس إذا كانت دراسة سوق غير مشجعة، الحقيقة يعني نتوقف عن استكمال دراسة الجدوى، وليس هناك مجال للدراسة الفنية. لكن لو دراسة السوق قالت لنا أوكي بنبدأ في الدراسة الفنية، ماذا عن الدراسة الفنية؟ طبعا الدراسة الفنية يهتم بها أساسا مجال إدارة الإنتاج والعمليات، وبتستهدف الدراسة الفنية التأكد من إمكانية القيام بالمشروع من الناحية الفنية، وكذلك تقدير التكلفة، بالإضافة إلى تحليل أثر البدائل الفنية المختلفة على العمالة ومتطلبات البنية الأساسية. لو بنتكلم هنا عن تقدير التكلفة، ده ممكن كده يفكرنا بأن دراسة السوق بتهتم بتقدير الإيرادات. يعني هنا في دراسة السوق نقدر الإيرادات، وفي الدراسة الفنية نقدر التكاليف. بس طبعا يعني عندما نأتي إلى المرحلة الثالثة وهي الدراسة المالية، ربما يختلف الأمر قليلا.
بصورة عامة بتتضمن الدراسة الفنية، وصف السلعة والخدمة، وصف عملية الإنتاج بكل التفاصيل، اختيار العدد، الآلات، المواصفات، مصادر التوريد، الأسعار، الموردين، مواعيد التسليم، شروط الدفع، كذلك ما يتعلق بالبدائل الأخرى من حيث التكلفة، الجودة، والتوافر، قطع الغيار، طبعا تحديد الموقع من النقاط الهامة جدا. وهذا يعني من الموضوعات المهمة في مجال إدارة الإنتاج، وتصميم المصنع، ودراسة مدى توافر الخامات، المنافع، مع تقدير الكميات المطلوبة، ويعني تفاصيل التعامل مع الموردين المرتقبين، تقدير الاحتياجات من القوى العاملة، وهنا التخصص الموارد البشرية بيبقى له دور، بيان كمية ونوع الفاقد، مع تحديد المسؤول عن إصدار التعليمات المتعلقة بهذه النقطة الهامة، وتقدير تكلفة الإنتاج. واخدين ازاي بقى؟ احنا في النهاية عايز أعرف ما هي تكاليف الإنتاج في ضوء كل التفاصيل السابقة. إذا ما جاءت الدراسة الفنية بنتائج مبشرة، بنستكمل دراسة الجدوى ونخش في تحليل الربحية المالية، بس يعني بنعمل كده بعض التعديلات عشان بنحتاج من دراسة السوق إلى التدفقات النقدية الداخلة، ومن الدراسة الفنية إلى التدفقات النقدية الخارجية. بيعتبر تحليل الربحية المالية هو المكون الأساسي في دراسة الجدوى لأي مشروع، سواء كان صناعي، تجاري، خدمي، زراعي، وتتمثل الربحية المالية في تلك الحالة في أن يحقق المشروع عائدا أعلى من تكلفته، حيث يتمثل الفرق في العائد المحقق لأصحاب المشروع. وخطوات دراسة الربحية المالية هي أول حاجة تقدير التكلفة الاستثمارية للمشروع في شكل التدفقات النقدية الخارجة، وتقدير تكاليف التشغيل السنوية، وتقدير التدفقات النقدية الداخلة، وتحديد مصادر التمويل، وحساب تكلفة التمويل، ثم اتخاذ قرار بقبول المشروع أو رفضه. الحقيقة هذه هي الخطوة الأخيرة في دراسة الجدوى. تفاصيل هذه الموضوعات في المحاضرات التالية.